صباح النور. اليوم كما ذكرنا تم الاعتداء، اليوم الاحد تم الاعتداء على المقبره المسيحيه الكاينه بتقدير بكيلومتر 3. والجديد ان منطقه الامن بالساقس الجنوبيه تمكنت من كشف عن هويه الشخص الذي اعتدى على المقبره، والشخص هذا هو يقطن محاذن للمقبره، وبرر فعلته بالانتقام بعد رفض مطلب تعيينه كحارس المقبره المسيحيه. تقام بالفعل هذايا ولم يتم انتدابه لاسباب قانونيه باعتباره صاحب سوابق، وقد قضى عقوبه بالسجن تتجاوز 6 أشهر، مما جعله غير ممكن من ان يكون حارس على المقبره. هذه اخر التطورات الموجوده فيما يخص المقبره. والمعلومه اللي وصلتني خاصه انه كانت هما الامن وجدوا علبه دهن موجوده في المقبره، هي اللي دلتهم على صاحب من ارتكب هذا الفعل.